قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوع. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا ابن آدم أنفق عليك، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.